الجهاد يلي عملته أركان. أيلول جاي وحالتها حالة. اتصلت لشوفي إذا أيلول عندك. لوين بدها تروح؟ ما عندها حيل توقف على رجليها أصلا. من وقت إجت عم تبكي، ما عرفت شو أعمل. أركان نفسيتها مو منيحة أبدا. هلا وقت تعيش هيك صدمة؟ معقول؟ بعد كل هالعلاقة اللي كانت تجمعكم كل هالسنين وفوقها خسرت الجنين كمان؟ أنا شغل بالي على أيلول وبس. إذا احتجتوا أي شيء تتصلوا فيني، ماشي جاهدة؟ شو يعني أنت ما بدك تحكي معها؟ لا لا، هلأ ما بدي، سلميلي عليها. خاطرك احكي. قومي اشربي لشوف. مع مين كنتي عم تحكي؟ مع الأستاذ برهان. أنا قلت بيكون أركان انشغل باله علي واتصل فيكي. حبيبتي إذا بدك إياه كل هالقد وبدك إياه يلحقك، ليش بالأصل لا تتركيه وتطلعي؟ أنا مليت تكوني لي شريكة فيه جاهدة، ومليت من شكي فيه طول الوقت. لما بلمسني كنت أحسه عم بلمس حبيبته أسيل. تعبت، رغم كل شي صار بقدر نافس هديك المرأة، بس شو بقدر أعمل معه؟ خاصة بعد ما فقدت ابني اللي علقت كل أمالي عليه. جاهدة، ما بقدر. أنا شو أعمل جاهدة؟ كله بيمضى وبيروح. الله. لما حكاية بتفيق بوسيليا. رايح ابني؟ شوف هالعملة اللي عملتها أمي بتأزمك وما بتجي. إيه إذا بتحب اقعد شوي تاني، بعد شوي بيجهز الأكل. لا، بيوم تاني بنقعد كلياتنا سوا. أنا حكيت مع أسيل وهلأ قلبي مرتاح. إيه منيح، بس إن شاء الله تكون طلعت بنتيجة، ما هيك بنتي؟ آه بدي عزبك لو تدق الجرس على معلّة. الله يخليك، من وقت إجيت عم دق لهم ما عم يردوا على التليفون، شغل بالي كتير على أمي. طبعا طبعا، وبهالطريقة هي بشوف الخالة كهرمان. انتبهي على حالك. ايه تسلم. بدل ما تبكي وتتشهشقي دعي ربك لانك خلصتي من هذا الزلمة بالوقت المناسب. لا تلتقي ولمي غراضك ويلا اطلعي لفوق. ماشي امي، بعد شوي بطلع. مساء الخير خالي. ايمتى اجيت لك ابني؟ ملك بعتت لك ما هيك؟ لا تواخذني، مرقت لعند بنتي شوي اللي هون، يلا نطلع لفوق. لا انا بدي روح خالي. ليش؟ زعلان مني؟ معقول هذا الحكي يا خالي؟ أنا هلأ حكيت مع أسيل. شلون؟ حكيت لها عن نيتك بصراحة؟ برافو يا ابني. إيه شو قالت لك البنت تبعنا؟ ما استنيت الجواب، أنا قلت لها يلي بدي أقوله وبس، وهي بدها تفكر وتدرسها ولما بتقرر بتتصل فيني. عملت كتير منيح، إذا بتضغط عليها بترتد بالعكس، تركها تفكر. شلون ما كان رح تلاقي الطريق الصحيح، لا تشغل بالك أبداً. لوين بدك تهربي مني ست ألمة؟ لقيتي مهرب ولحقتي بنور. خالي ملك وقع حبل السرة. مبروك. إن شاء الله كمان بتشوفي طلعة أسنانة وإنت ببيتك. شو قصدك شوفها ببيتي؟ يعني بتكونوا لقيتوا بيت. من يوم ما إجيتوا عم تقولوا بدنا نستأجر بيت لحالنا، وقتها يعني كنتي حامل ولدت البنت وخلصتي، وهلأ صاروا يجوا لعندك ضيوف. أنا ما دعيته لما جت، ستي هي اللي دعته. أنا ما عم بسأل ستك، عم بسألك إلك. هلأ صرتي أم وعندك بنت، فكرتي بالمستقبل شي؟ إذا بدك نصيحتي لا تصدقي أبداً إنه نور رح تأسس بيت. بالأول تخلص من البلا اللي وقعاني فيه. أي بلا؟
صاير شي على نور؟ لقطوا بجيبتها حب ومخدرات وما بعرف شو، هلا هي بالسجن. شو؟ ومش واية هيك بتنمسكوا؟ لسه ما بتعرفوا شي عن بعضكن، وأنا ما عاد أعرف أي وحدة منكم بدي لاحق. ليك ألمة ضيعت طريقة بسببكن أنتم. شوفي أسيل هلا صرتي أم. فكري شوي، إذا بنتك عملت اللي عملتيه رح ترضي بهالشي ولا رح تضيع عقلاتك وتجني؟ آخ بعدي. بدهم يحبسوا نور؟ الليلة رح تبقى هون موقوفة، بكرة بيحوروه على المحكمة المناوبة. تحليل المخدرات بيبين لبكرة الصبح. طيب وين ملاقيين المخدرات؟ يعني بجزدانة حتى متأكدين كل هالقد؟ بجيب الجاكيت. المهم أنا رح أرجع أقرأ لفادي. عمو صالح بس تطلع نتيجة التحليل بتشوف إنه الحق معي. نور ما بتتعاطى مخدرات ولا أي شيء من هالنوع. قديش تعذبت مشان اتركك اياه؟ لا تخبص إلما، انا مالي علاقة باللي صار. خلص يا اولاد لا تكبروها، شلون ما كان اكيد رح تظهر الحقيقة. عمو صالح انا بعرفها لنور، بعرفها قبل ما يفوت سعيد على حياتها. نور ما كان إلها علاقة بالمخدرات قبل ما تعرفك بنوب. بعدين انا اكتر وحدة بعرف قديش تعذبت حتى خليتك تبطل. بس طبعا انت رجعت ولما انمسكت نور اللي تحملت الذنب. لا بابا عم تخبص، انت ما بتصدقها ما هيك؟ اذا انت عندك تفسير احسن ليكني عم بسمعك. اتصلت بالشرطه وسلمتهم فوزي بايدي. شو هالحكي هاد؟ شو كان عم يلعب من ورانا هالندل؟ يا ملك لا تنكشيلي جروحي بنوب، وصلت لهالعمر وما شفت واحد سافل مثله. قلت لها لمعلا لمي اغراضك واطلعي لفوق، بعدين بنرفع دعوه. ولا شو بدنا نعمل؟ منخلص حالنا والشركة من إيدين هالحرامي هاد. شبكي؟ عم تلمي الغراض وانتي عم تنفخي؟ والله يا ستي اجينا أساس شهر بدنا نروح قبل ما ننطرد، ما هيك خالي ملك؟ شو هالحكي؟ شو صار بيناتكم مشكلة؟ شو في بيناتكم؟ والله ما بعرف، كنت مفكرة انه داب التلج بيننا بعد ما ولدت حكاية، بس غلطت. ما بعرف مين زعل خالي ملك فشت خلقة فيني. بس طبعا ما حق، يعني ما لازم نقعد هون طول عمرنا ونحن بدنا ندبر راسنا لحالنا. بالمناسبة فكرت باللي قلتي لي اياه مشان نور. خالي ملك ماشي بنت طايشة وعصبية، بس انا بعرف رفقاتي قد ما كنتي ما بتوثقي فيهم، بس لا ألمى ولا نور بيعملوا شي غلط. نحن عشنا سوا فترة طويلة، انتي لهلأ بتعتبرينا أطفال، بس نحن كبرنا خالي ملك. بما أنك عم تحكي كلام كتير كبير معناتها دبرتي لك شي محل تعيشي فيه. لا ستي ما دبرت، بس بعرف اللي عم تفكري فيه. ستي بدي أعطيكي الجواب من هلأ، انتي غلطانة. ما بقي شي ما عملتيه مشان اعمل علاقة مع مجد واتجوز ومنتبه لهالشي، بس عم تتعذبي على الفاضي. ما في لزوم اتجوز حدا حتى انقذ حياة بنتي. عزابية ولا متجوزين انتو ما ربيتوا ولادكن لحالكن؟ يعني ليش ما انجح انا؟ اقول ان عملتوا كتير من شاننا، ما رح انسالكن معروفكن. بالمناسبة اذا زعلتكن بشي او جرحتكن انا اسفة. انا لبكرة المساء بكون رحت وانتو بترجعوا لنظامكن. ماشي انا ارتكبت غلطة بس كانت بالماضي، من وقتها ما اخذت ولا اي شيء، واليوم ما الي علاقة بالحب حتى ما بعرف شلون وصلوا لجيبي. بابا احكي شيء. إذا أنت مو مصدقني ما في لزوم أحكي أكتر،
وبعتقد انه نور حملت القصة لانها فكرت مثلك. سعيد انت منتبه لحالك شو عم بتقول؟ بتعطي الجاكيت لنور مشان تلبسه، والشرطة بعدها مباشرة بتلاقي الحب بجيبه، وفوقها بتقول مالي خبر بشي بنوب؟ لك إذا أنا حكيت لك هيك شي بتصدقني؟ مع إني بحياتي ما تعطيت المخدرات. إذا ما بتصدقي لا تصدقي، ماني مضطر دافع عن حالي. إذا مانك مذنب ليش رايح وهربان؟ ألما، نحن توترنا اليوم كتير، شلون ما كان أكيد رح تظهر الحقيقة. أحسن شي نروح على البيت، ما في فايدة من قعدتنا هون. بتكون ملك قلقان كتير. تعال نروح أنا وياك نطمنها. يلا يلا. هلا بدنا نترك أسيل بالشارع وبنت قد الكاف؟ أنا كمان ما عم بعرف الصح من الغلط والله. ضميري بيقول لي خليها هون، بس عقلي بيقول لي بلكي ندمتي بالمستقبل. والله يا أمي وقعاني بين نارين. قلبي عم يقصني. ما بعرف شو بدي أعمل والله، والله يا أمي دخت والله. أسيل عم تقول ما بدي، ما وافقت. بس أنا شفت مجد وهو رايح، كان الورد مفتح بوشه. معناها لما صارحها بنيته البنت ما رفضته. شو رأيك بنقعد على جنبه من راقب؟ شو قولك هذا مجد منيح ولا شو؟ والله هدول ما بينعرفوا الموقف. لا لا أنا بعرف يا ملك، هاي البنت بدها تعيش مع هذا الشاب. أنت هيك عم تقولي؟ يعني إذا منحطهم بمحل ومسكر عليهم 40 قفل شو بيطلع منا؟ ها صار اللي صار أصلا. مشان الله ملك أنت شو عم تقولي؟ ها على مين صار اللي صار؟ أمي ما في شي بنوب، عبقول ما في حل لقصة أسيل أبدا. بعد كل شي صار معها ألمع عملت لي إياها قدوي لإلها. أنت طلعي فيني لشوف. بقي هاي البحصة اللي بتمك بقى بقيها. بحصة؟ بحصة؟ ايه 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 بدي روح غسل ايدي ووشي وحط هدول. امي بحط هدول بالسلة حتى نغسلهم، ريحتهم طالعة وبدهم غسيل من زمان. رح اغسلهم. بدكن تروحوا؟ أسيل انت شو عم تعملي؟ خلصت الضيافة يا ألما وصار لازم احمل حالي وروح. أركان؟ مسج تنزيلات بهي الساعة متخلفين عقليا. ليش ما عم يتصل جاهدة؟ ليش؟ مو أنا كنت عشو الأول وما بيحسن يتخلى عني؟ شو تغير هلأ؟ يمكن أنت صرتي هلأ بالماضي، يمكن ما بقى في لزوم للضغط، شو رأيك؟ حتى يمكن أنت لازم تنسي كل شي وتمشي بطريقك وتعيشي من جديد. رح استنى للصبح، إذا ما اتصل فيني رح روح أترجع، رح أطلب منه يسامحني. بدي استغل عواطفه، لازم حافظ عليه شو ما صار. حياتي ما حسيت حالي قاسي كل هالقد. يا الله ليش انا فقدت ابني؟ لو عندي ولد ما كان سوا فيني هيك ابدا يا شاهدة، ما كان سوا فيني هيك ابدا. ما فهمت ابدا ليش تصرفت هيك. دخيلكم ما بيهمني اصلا، انا لميت اغراضي كله بسببي. انا زعلت مني وعاقبتك لإلك. ليش شو صار حبيبتي ألموش؟ لك مفكره اني خنت ثقتها. انا مليت من الوقفه بين بدر وامي. لما بقول بدي ارضي امي بيعصب بدر، ولما بفكر ببدر امي بتعصب وبتروح بتفش خلقها بحدا تاني ما له علاقه ابدا بالموضوع. وهالمرة وقعت براسك. بس برأيي لا تستعجلي وتاخدي قرار فوري. بس تجي نور
مندبر حل. بعدين رح اسألك شو صار مع بدر. هلا احكي لي بالاول شو مشكلة نور؟ شبها بسبب سعيد الاهبال. لك واحد جبان بكل معنى الكلمة. لك تخيلوا ملاقيين بجبت جاكيت وحب، بس طبعا من خوفه ما اعترف، ونور عملت حالة بطلة وشالت التهمة عنه. ايه لا وضع دكتور. المسكن اللي اعطيتها اياه بهديها الليله، بس واضح انها تعرضت لصدمه كبيره. هي انهارت وتعبت كثير لما فقدت الجنين. هلا هي عم تحكي كانها ما فقدت جنينها، بس فقدت هدفها وحياتها وكل شيء حلو بالنسبه لها. وهيك صدمات بتؤدي لازمات خطيره كثير، بتصير تنطوي على حالها وتبلش تعيش عالمها اللي متخيلته جواتها، ولما ما بيتطابق خيالها مع الواقع يمكن تتصرف شيء تصرف تاذي حالها فيه. حالياً خليها تأخذ مضاد تشنج، بس ضروري تتلقى علاج عند اختصاصي بأقرب فترة. شكراً كتير دكتور مراد لأنك إجيت بهذا الوقت. واجبنا. إذا صار شي فجأة أو فقدت أعصاب اتصلي فيي فوراً. طبعاً أكيد. شكراً. خاطر. مع السلامة. يا كتكوتة هي ما أحلاها. هي غالية. مسج من أركان. اها، شو فرحك كل هالقد على مسج من اللي كنتي مبارح بتكرهيه؟ شو صار؟ استني لشوفها. اشتقت لحكاية كتير. ممكن اني اقضي معك انتي وحكاية شوية وقت بكرة؟ اي شوفي الملعون، كانوا ما عم يتحملوا بعضهم، بس كأنه حكاية رح تجمع بين قلوب المحبين. فورا شطح خيالك المعلم. معقول هيك لك اسيل طوش؟ لو نحن جايين ولد ما كنا تركنا بعضنا انا وفوزي. دقيقه بدي اسال سؤال، شلون سمحت ايلول بهالشي؟ ايلول تركت البيت. شو انت منين بتعرفي؟ مجد قال لي. اي لك هالشب حلوه كثير. هو منين عرف؟ مجد اجى الليله لهون، عرض علي الزواج بشكل غير مباشر، قال انه بيهتم فينا انا وحكايه، وإذا وافقت ممكن نتجوز ونأسس بيت. وهو جاي لهون شاف إيلول وأركان كانوا عم يتخانقوا كتير، والشيطانة إيلول لامة غراضة ورايحة. لك الجو يا أسيل. يا حكاية حبوبتي. طيب أنت بشو عم تفكري؟ يعني إذا إيلول راحت ما بقى بيناتكم في حدا؟ ما بعرف ألمة، الوضع ملخبط كتير، ما كتير انبسطت بالمسج، ما بعرف مشاعري ما عادت مثل الأول. لك لا تضايقي حالك، أصلاً الوقت بيصلح كل شيء. وبرأيي لا تردي هلأ، فكري شوي. İçimdeki yangına gir,
Sırlar çözülsün birer birer. Dünya bir hayal değil. Bugün kederliysem anla beni. Yarın her şey değişir. Bugün kederliysem anla beni. Yarın her şey değişir. طبعا ضروري نقضي وقت مع بعض مشان الحكاية. بكرة ملتقي. تصبح على خير. بركت تسون أكلم عشق عيدك قلبي دي أنا لا لا ما فيها شيء. أنا حابة أحكي معك شوي. تعالي لبرا. دخل النوم لعيوني للصبح أسيل، وبقي بالي عند نور. بصراحة كلامك قعد على قلبي مثل الحجر. أنا ما قلت لك لم أغراضك وروحي لك بنتي. أنا ماني بلا ضمير حتى أتركك بالشارع مع بنت عمرها 3 أيام. بس اللي صار مبارح مو حلو بنوب. خير؟ صار شي؟ لقطت ألمى وبدر بوضع مو منيح وما عجبني. بالزمانات عصبنا منك من اللي عملتيه، وبعدين سمحناكي وجبناكي لهون. بالظاهر ألمى مفكرة رح سامحها بكل شي بتعمله، بس لكل شي حدود، ما هيك حبيبتي؟ هي أصغر منك بكم سنة. مقطوع قلبي لتغلط نفس الغلطة والله. أنا فهمت شو قصدك خالي ملك، بس أنتي قلقانة على الفاضي. أنا متأكدة إنه ألمى مستحيل تعمل شي غلط. أنتي مربيتيها بشكل حتى لو حاولت تغلط جكر ما بتحسن. ايه ما بقى بتعمل وما بتعمل، عملت وخلصت. او اجت لتعمل وانا لحقتها بوقتها. اذا حطتها ببالها اكيد رح تعملها باول فرصه بتصحلها، وشلون رح اقدر اوقفها؟ خالي ملك، اصلا لما بتحس ألمى حالها جاهزه رح تعملها، ووقتها شو ما عملتي انتي ما رح تحسني تمنعيها. بس الغلط هو لما ألمى ما بتعملها من قلبها، لما بتعملها ليكون جكر فيكي وبس. شو يعني حتحس حالها جاهزه ومدري شو بهالعمر؟ انت ما بتستحي تحكي معي هيك؟ شو الغلط بالحب خالي ملاك؟ عطول بتحموا بعضكن، بس ظهرك دائما مكشوف. هذا انت اكتر وحدة لازم تعرفي اسيل. طبعا بنحمي بعضنا، لاني انا بوثق بألمى، واذا انت بتوثقي فيها كمان بيكون احسن. هي ما بتعمل شي غلط ابدا. بحكي من الشرق وبتردي من الغرب، ولو اذا بتبقوا راكبين راسكن هيك لسه رح نتخانق كتير. لا لا تشغلي بالك خالي ملك، أنا ما رح أبقى هون وزعلك أكتر. أنا هلأ عم استنى أجرة شهادتي ورح أقبضها بعد كم يوم، يعني رح روح قبل ما يمضى الأسبوع. لروح شوف حكاية إذا فائت. لو شو بتعرفوا لو؟ أنت منيحة؟ منيحة بابا صالح، وانت؟ ما رضيوا خلونا نفوت لجوا، شو صار معك؟ شو قالوا لك؟ والله ما قالوا لي شيء، كل الدلائل اللي بايدهم بتثبت التهمة علي، وطبعا معهم حق بهالشيء، ما هيك منارة البحر؟ ما حدا طلب منك هيك شيء يا ست نور. بس لما بصير هيك مشكلة بيطلع شيء أهبل وبيتحمل الذنب، ما هيك منارة البحر؟ أصلا اللي عملتيه أنت غلط كبير، لأنك أنت اللي تحملت الذنب. خلص سعيد، ما بدنا نعيد هالقصص. شايفة كيف؟ بسببك حتى أبي ما عم يصدقني. بهنيكي قلت لك خلاص خلاص.
رحت بالعم صالح، طلعوا من المحكمة وجايين هلا على البيت. ايه وشو صار؟ حاكموها لنور يعني؟ لا اطلقوا صراحة، بس رح تستمر محاكمتها. هي علينا، هي البنت ما طلعت نتائج تحليلها؟ ما ممكن يثبتوا انه هي ما بتتعاطى مخدرات؟ كله بسببها، ضروري تحمي سعيد الاهبال. انا وانتي منعرف انها بريئة، بس الدولة شو بيعرفها؟ ليش لتشيل التهمة؟ رمت حالها على النار لحتى تنقذ حبيبها. ما رح تعقل هالبنت ابدا. هدي على مهلك نايمة. انت شو عم تعملي ملاك؟ اللي كان لازم اعمله من زمان امي. بدل ما تطبي هون انزلي لمي اغراضك من تحت. يلا ماشي امي. امي بتتذكري نحن وين كتبنا رقم اما لنور؟ في عندك دفتر ازرق، طلعي عليه لشوف. الو صباح الخير مدام، انا ملك كسار، انا اما لألما. ايوه كنت حابة احكي معك عن نور، يعني اذا ما عندك مانع طبعا. اوه يا ربي دخيلك شو هالحالة. فوزي شوف الحالة اللي حطيتني فيها، بسببك رح امرض وموت هلأ. يا حقيقة نور بنت طيبة كتير وشهمي الله يخلي لك اياها، وصدقيني ما عم احكي معك لاني متضايقة منها. ما بعرف شو صار بيناتكن، بس هي هلا محتاجة لحبك ورعايتك اكتر من حبي ورعايتي انا. ايه ما تأخر الوقت لتتلافوا الشي اللي صار بيناتكن. لا انا كأم قلت بقوم بواجبي وببلغك باللي لازم يصير هيك بس. الله يسلمك مدام. يعني بصير هيك زتتي للكلام زت للمرة. وهي ترعى بنتها كمان، كل واحد بيقلعوه أهله بيجوا بحط أغراضه بده يقعد عنا. طيب وشو قالت لك هي؟ رح تجي تاخد بنتها؟ شو بعرفني أمي، ليش الكل مثلنا؟ بعدين شو بيطلع من رعايتنا إلهم؟ بنات ما عم يطلعوا من المشاكل لأنهم صايرين دليل لبعضهم وعم يخبوا علينا. ملاك انت ليش ما بتحكي لي الحقيقة لشوف؟ خنقتي مع ألما؟ لا تخترعي قصص أمي. مبارح طلع خلقك وعصبتي على أسيد، واليوم من وش الصبح عم تتصلي بأمها لنور مشان تصرفيها. واضح أنه في شي صاير. اللي عم يصير مبين حبيبتي. لروح أخذ الغسيل الوسخ وحطه بالغسالة. نور لحظة شوي. خير؟ من وين جاينا من الصبح؟ بعدين بنحكي. انت جاي لعندي؟ يعني قلت لحالي بحاكيك شوي اذا فاضي. طبعا طبعا تفضل فوت. كيفكم؟ نعم. نور فينا نحكي شوي؟ يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بس الحكي ما رح يفيد. انا داخله نام وبس في بشوف. ماشي بوعدك كون هادي، بس الله يخليك خلينا نحكي شوي. انت دائما تزعلي مني لاني ما بعطيك فرصه لتحكي. خمس دقائق مو اكثر. ماشي حبي. شوفوا هدول شوفوا، فلتينا على الآخر والله.
ألو نعم ست ملك، أنا أم بدر. شلونك؟ شلون بدي يكون ست سربيل؟ مزعوج كتير. بفهمك يا مدام، طبعا معك حق. اللي صار مبارح دايقك، أنا كنت بدي أعزمك على شاي حتى نحكي بهذا الموضوع. إذا فاضي عم بستناكي. انتي معلّة؟ هذا انتي يا فرشتي لما عرفتك من نفسك. ماشي، اذا ما بدك تحكي لا تحكي، بس كرمال الله اسمعيني. شوفي، انا اكبر جاهل بهالدنيا، طقت روحي من لعب القدر فينا ورمي وقلنا هيك وهيك من هون لهون. كان بدي نعيش نحنا كمان يوم حلو بهي الدنيا ونضحك كمان، بس غلطت غلطة كبيرة بعرف. انتي لا تخربي بيتنا. لهلأ في طريق وفي حل حبيبتي. أنو طريق قصدك فوزي؟ بدك نروح نغطب الطين ما هيك؟ أبدا، أنا تربيت معلّة، أنا اعترفت بذنبي وما بقى غير ندفع الكفالة. إذا أنت بتدفع الكفالة بيطالعوني فورا من هون. يا معلّة أبوس إيدك تعملي لك شي شغلة وتطالعيني فورا من هون، بتشوفي شلون رح خليكي تسامحيني. وأنا قد كلامي يا معلّة والله. أنا شو عملت لك فوزي؟ أنا هون عم موت من الألم، وأنت همك الوحيد المصاري. شو صار؟ أنت ضحكت على الشرطة اللي هنيك كمان؟ وفوقها بدك يعني إني صدقك؟ جيب لك المصاري وتحطهم بجيبتك ما هيك؟ أنا ما بقى رح صدقك بحياتي فوزي. شوي. أنا مالي حكي معك بنوب. أمي أنت بتعرفي ذنبك، على القليل اسكتي. أمي أنا مو مذنبة ولا شي، أنا ما عملت شي أصلاً. ها هيك لكان، معناتها مو أول مرة بتلتقوا هيك أنت وبدر، صارت من قبل كذا مرة، لهيك ما بتنعد ذنب بنوب. لا أمي، هالحكي مو مزبوط أبداً. دخيلك لا تحكي كرمال الله، كل مرة بتوعديني كذا وعد وبعدين امحي وبلشي من الأول. بكفي بقى. معك حق أمي، بكفي. وأنا كمان مليت من عدم التزامك بوعودك. أنت شلون جبتيني على هذا البيت؟ ما قلتي إنك تغيرتي ووعدتيني إنك ما عاد تتدخلي فيني أبداً؟ أمي أنا بعرف إنك خبرتي خفر السواحل عن المركب. معناتها الست نور ما حسنت تمسك لسانها. وهي بتعرف؟ آه، مو هذا هو موضوعنا. بعدين منيح اللي عملت هيك، شوفي شو صار بعدها. انت لهلأ ما جاوبتيني ست ألمة، شو صار مبارح المسا هنيك؟ أمي ليش الموضوع كتير مهم بالنسبة إلك؟ يعني إذا صار شي بيني وبينه بقل حبك لإلي؟ منيح ما شاف أبوك هالأيام، كان الرجال مات مرة تاني بسببك أنت. أمي لا تدخلي أبي بهي الشغلة. بعدين أنا ليش عم بحكي؟ شو ما قالت ما بتصدقوا؟ بتتفقي مع ستي وبتاخدوني على الدكتوره وهي بتعاينني، والتقرير اللي بيعطوكم اياه اهم من كلام بنتك ما هيك؟